وفي رد فعل منه على ما شاهدتم قبل قليل وبدموع منهمرة، النائب السابق عواد العوادي يناشد الصدر بأن يعفو عنه بعد أن حاصر أنصار من التيار الصدري منزله من المتظاهرين. طبعا حاصروا منزل العوادي وبعضهم كتب عبارات منها مطلوب للسيد، هذه العبارات عجت بها جدران منزل العوادي. تعالوا ونتابع وإياكم هذا المقطع ومن ثم ننتقل إلى موضوع آخر. سيدنا مو هكذا تورد الإبل، شنو ذنب الأطفال سيدنا؟ هسه ب 11 بالليل صار مساعتين أطفال ونساء، ماكو حد، ما خليت لا شرطي ولا حماية، بس أنا هنا بالبيت، شنو ذنبهم أطفالي؟ شنو ذنب نسائي؟ شنو ذنب يردون يحرقون البيت علي؟ هذا سيدنا؟ وين العدل؟ وين الحق؟ وين الحق؟ الناس كلها تعرفني، أنا 15 سنة بالنفط مدير نفط وقاعد ببيت أجار، أنا 8 سنوات نائب وقاعد بهذه المنطقة والناس كلها تعرفني. انطيني روح الوزارة، روح عندي شركة، عندي عقار، روح الوزارة تقول لهم سيد عواد أخذ عقارات. بس أنا ما سويت براءة، أنت نزلت بي بيان وقلت عليه أن لا يتعاون مع الفاسدين وعليه أن يكشف الفاسدين، وخليه السيد مهند قابلني ساعتين في المكتب الخاص، بالمكتب الخاص، وهذا السيد، هذا السيد اللي شلت أمانة بصدري وبعقلي، أنا اللي حاربت الفاسدين بمجلس النواب، أنا حافظت على سمعة آل الصدر. بعدين هاي مجازات يا أبو هاشم، أنا ما رايد، أنا فدوة لك، قلت لهم أنا ما خايف، قلت لهم حتى لو تقتلوني، قلت لهم فدوة السيد مرتضى الصدر. بس السيد احنا عندنا طاقة، الإنسان عنده طاقة، إذا تختبرني فهذا بعد ما أقدر، هذا حدي بعد، وإذا لا ما تريدني قل ما أريدك، وإذا تقول مثل الأخوة القيادات مثل سيد جليل النوري اللي نزل براءة، ومثل جابري اللي نزل براءة، ومثل مايد الأسد اللي نزل براءة، أنا هم مطيتك براءة، وأنا ما عندي ذنب، أول مرة بحياتي تجزون علي، وما قلتوا لي شنو ذنبي لحد الآن ما أعرف.